احنا ما عكسناش التكلفة الحقيقية. وانا بقول لكم الكلام ده وارجو ان انتم تاخدوه مني. طب في خوف عند الناس؟ انا ملاحظ ده. طب انا موافق عليه؟ لا خالص. هو انت اول مرة تشوف المشكلة ولا ايه؟ اول مرة يا مصريين تقابلوا ازمة؟ ما احنا دايما في السنين اللي فاتت بشوف ازمات، ومصر صمدت وعاشت وحتصمد وحتعيش. صحيح. بمين؟ هي صمدت بالحكومة؟ صمدت بالحكومة؟ لا، صمدت بالناس، بالشعب، بيكو يعني. فما فيش مجال ابدا والله للخوف والقلق، ودي يمكن رابع مرة اقولها، خالص. احنا بخير وسلام الحمد لله، وكل الامور موجودة بفضل الله، والامور هتبقى احسن من كده ان شاء الله. احسن من كده؟ امال ايه؟ عندكم شك؟ اوعى تفتكروا ان انا بقول كلام معنوي يعني، عشان لا لا لا، والله العظيم ان انا مطمئن جدا بالله، مطمئن جدا جدا بالله، مش بينا. امال ايه؟ فان كانت الظروف صعبه مفيش مشكله، هتعدي، وبكره الايام دي تبقى برضو زي الايام اللي قبل كده، ونقول كان ياما قابلتنا مشاكل. هو حد بس انتوا نسيتوا. افتكروا كده لما كان يتقال ان في الاشرار فجروا جامع ولا كنيسه، ولا هجموا على كمين، ولا هجموا على مش عارف ايه، وشوفوا مصر كلها زعلانه كلها. طب ده تجاوزنا، عبرنا، خلص. امال ايه؟ الحمد لله. حد يقول الله انت بتتكلم في الموضوع ده يعني ليه دلوقتي؟ دي المناسبة، دي مناسبة جميلة قوي، واحنا جايين مبسوطين نقعد مع اولادنا صحيح. وانا جاي عشانكم، وانا جاي كمان عشانكم.